بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبعد. ذهب سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه مع أخيه ليخطب له، فلما ذهبوا ليخطب له قال له أخوه وهو في الطريق: إذا أتينا القوم فكلمهم عنا، يعني اتكلم معهم شوية وقول لهم أنا مين، أنت مين، وإيه بالضبط. يعني أراد منه أن يمدح نفسه أمامهم، أن يقول لهم أنا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا من السباقين للإسلام، وأنا كذا وكذا. ولكن لما ذهب سيدنا بلال ليخطب قام فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أيها الناس، جئنا لنخطب بنتكم، وكما تعلمون كنا عبيدا فأعتقنا الله، وكنا ضلالا فهدانا الله، وكنا فقراء فأغنانا الله، فإن قبلتم على هذا فزوجونا، وإلا فكما تشاءون. فقام أبو البنت فقال: قد قبلنا وزوجناك. زوج أخوه، فلما خرجوا قال له أخوه: يا أخي، هل قلت لهم غير ذلك؟ كنت تقول لهم كلمتين غير دولك؟ أنت لازم تقلب علينا المواجح، تقول كنا عبيدا وكنا ضالين وكنا فقراء، إحنا الآن حلنا كويس. فقال: اسكت، والله ما زوجك إلا الصدق. فالصدق أيها الأحباب، الصدق هو الذي ينجي، الصدق هو كل شيء. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القرآن: إذا أردت فعلا أن تكون مع النبيين ومع الصالحين ومع أفضل خلق الله فكن صادقا. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. قال الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر. يبقى الصادق ده له المغفرة عند الله سبحانه وتعالى. الصادق كما قال الله عز وجل الصدق هو الذي ينفعه يوم القيامة. قال الله عز وجل في آخر سورة المائدة: يوم لا يوم هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اليوم ده هو الصدق ينفع. يا جماعة أيها الأحباب، الناس قسمين لا ثالث لهم، ما فيش ثالث، إما صادق وإما كاذب. والصادق هذا في أعلى عليين في الجنان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصادقين ومع كذا. قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا. ما أحلاها وما أعظمها من منزلة ومنقبة أن يرضى الله عز وجل عنك. بما؟ بأن تتكلم صادقا، بأن لا تكذب. فالصدق أيها الأحباب، الصدق، اصدق في كل شيء. عندما تتكلم تكلم صادقا، كل كلامك يحسب عليك، كل كلمة تخرجها من فمك تحسب عليك. فإن كنت صادقا كتبت عند الله عز وجل من الصادقين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت غير كتبت كاذبا فشتان ما بين السماء والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. بيقول في ست أشماء لو ضمنتهم أضمن لكم الجنة. منها عد النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في ست من الست أشياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصدقوا إذا حدثوا، كن صادقا في حديثك، تحل بالصدق. قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه فلا عليك ما فاته من الدنيا. في أربع خصال لو توفروا في الإنسان سيبك من الدنيا وما عليها. عد منها النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق حديث وحسن خليقة، اللي احنا بنتكلم فيه في الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون حسن الأخلاق، ومن هذه الأخلاق الحسن أن يكون صادقا. خص النبي صلى الله عليه وسلم الصدق. أيها الأحباب، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كان يسمى في قومه الصادق الأمين، وحتى الكفار وهم كفار في قبل الإسلام ما كانوا يعيبون على الكاذبين. أبو سفيان لما وقف أمام هرقل العظيم الروم وأخذ يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: جاء يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال ويدعو إلى الصدق وإلى صلة الرحم. وبعد كده أبو سفيان قال إيه؟ قال: والله لولا إني أخشى أن يقال علي كذبا لكذبت على محمد. خاف إن هو الناس تقول عليه كذاب، وكان كافرا وكان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبى على نفسه أن يكون كذبا.
إحنا الواحد فينا بيكذب على شيء بسيط جدا، يبيع دينه من بعرض من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: يبيع دينه، يحلف يمين كاذبا علشان يأخذ. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ، قال: أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل: يا رسول الله، ولو كان شيء قليل؟ قال: ولو كان قضيبا من أراك. الصدق الصدق. اللهم اجعلنا من الصادقين، واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منكم.